أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الـ Central Nervous System Sensory Lecture 6 وهي Related to Pain. نتكلم على Pain Sensation. And needless to say إن وظيفتنا الأساسية في الحياة كأطباء to alleviate pain, to remove pain from patients. فدي محاضرة مهمة جدا في الطب. وكعادتنا قبل ما نبتدي هندسكس المالتيبل تشويس بتاع المحاضره السابقه. فالسؤال الاول كان بيقول لنا تاكتايل ديسكريميشن از مور اكوريت ذا مور ذا ريسبتورز، صح؟ ذا مور ذا افرنس، صح؟ ذا وايدر اور ذا مور ذا كورتيكال ريبريزنتيشن، صح؟ وعليه الإجابة الصحيحة تبقى all of the above، اللي هي دي هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني stereognosis is carried on. stereognosis ده اللي هو الability to recognize an object put on the hand with both eyes closed. طب احنا الهاند يبقى ده يعني بتتشال على ايه الفاين sensations from the hand، اللي هي بتجيب معظم معلومات على الكونيت تراكت. فالإجابة الصحيحة هي دي اللي هي الكونيت تراكت. السؤال الثالث كيمو ريسبتورز ار اول اكسبت، يعني هنا اختار مين ما هواش كيمو ريسبتور. طبعا الفاكتور ريسبتور والتيست ريسبتورز دول كيمو ريسبتورز. الفيستيبولار ريسبتورز في الودن اللي هو بتاع الاتزان ده ميكانو ريسبتورز. اورتيك اند كاروتيد باديز دول كيمو ريسبتور، عليه الاجابه الصحيحه تبقى سي. السؤال الرابع ريجاردينج بروبريسبشن اول ار كوريكت اكسبت. الrate of movements is rapidly adapting، حتى قلنا هنفتكرها الrate rapidly adapting، فدي صح. إنما sense position is slowly adapting، صح. send the impulses along the dorsal column، طبعا هو ده بتاع fine sensation ومعاهم proprioception. none of the above، طبعا none of the above. خلاص دي تبقى إجابة خطأ لأن كلهم اللي فوق صح، انما مش نون اوف دي اباف. فالاجابه الخاطئه وهي الصحيحه تبقى دي. هوت ريسبتورز كومبير تو كولد ريسبتورز، هوت ريسبتورز ار ليس نيومرس مش مور نيومرس، طبعا الكولد هي الاهم. ليس سوبرفيشال، الكولد هي اللي مور سوبرفيشال. ليس سلولي ادابتنج ار، ان الكولد اهميتها بتادابت مور سلور، يبقى دي سي هي الاجابه الصحيحه. هما الاثنين ار كاريد اون دي لاترال سباينوثلاميك تراك، طبعا مع البين، وعليه الاجابات الصحيحه 1 و2 و4 هتبقى دي، 3 و5 هتبقى سي. طيب توقع لنا نبتدئ البين مع الاخذ في الاعتبار يا شباب ان وظيفه الطبيب في الحياه ان هو يشيل البين من على المريض. فهنبتدي بال pain sensation، وأحب أبتدي بجملتين يعني أحب تبقوا عارفينهم. إنه ال pain indicates tissue damage، طالما عندك pain يبقى فيه tissue damage، دي قاعدة أولى. مش ضروري ال damage يبقى anatomical يعني شايفه، يعني إلا أنا قرصتك وحسيت بين هتقولي ما حصلش دامج، لا بص under the microscope هتلاقي السيلز في بعض السيلز injured، يبقى pain indicates tissue damage، دي أول نقطة. طب تاني قاعدة مهمة إن لأنه indicates tissue damage فالpain provokes protective reflexes، يعني بيدفع الإنسان إنه يعمل ريفلكس يبعد بيه عن مصدر الألم. فور اكزامبل لو ماشي في الشارع وحاجه شكتك في رجلك بتروح ساحب رجلك، اللي هي بنسميها فليكسور درو ريفلكس. يبقى اتعلمنا حاجتين، ان البين انديكيتس تيشو دامج، وان البين بروفوكس بروتكتيف ريفلكس. طيب نيجي اول حاجه عندنا سؤال نظري اللي هو اتكلم على البين ريسبتورز او بيسموهم نوسي سبتورز، ونوسي في اللغه معناها تو هيرت، ده اصل الكلمه.
ومكتشف النوسي سيبتورز كان تشارلز سكوت شيرلينغتون، وده كان في 1906 يعني في بداية القرن العشرين. شيرلينغتون هو اللي اكتشف النوسي سيبتور، ان في بين سيبتور. لو جالك هذا السؤال مع شقت مثل عشق النظام هتجاوبه، عد معايا النقاط اللي قصادك، عدتهم ستة. ان البين ريسبتورز هي الفري نيرف اندينجز مش كابسوليتد، فري نيرف اندينجز. ليه؟ نفكر، انا مش جاي اقرا معاكم دلوقتي. احنا قلنا البين انديكيتس تيشو دامج، يعني 100% الاستيمولس هيدامج الريسبتور. يبقى لو انا بدات بكابسوليتد ريسبتور في كبسول، يبقى ان انا اعمل له ريجينريشن واصلح الريسبتور وارجعه تاني هياخد وقت طويل، بينما اسهل ريسبتور تو بي ريجينريتد هو الفري نيرف اندينجز. This is why ربنا اختار للبين الفري نيرف اندينجز، لانه البين معناها تيشو دامج، دامج هيبقى الريسبتور حصل له دامج، يبقى لازم نختار ريسبتور ايزي ريجينريتد اللي هو الفري نيرف اندينجز. الجمله الثانيه، يحمل البين على نوعين من الفايبرز، وبقولها بطريقتي، السي ثم السي ثم السي فايبرز، دي الاهم، وهي اميليتد فايبرز برضه، وبالتالي فيري ايزلي ريجينريتد. لكن لزوم ان يبقى في جزء يوصل الكورتكس ويعمل لوكاليزيشن ويعمل ريفلكسز سريعه، كان لازم حته اصغر تتشال على اي دلتا فايبرز. انما لما يقول لي البين بيحمل على ايه؟ اساسا على السي اللي هو الاميليتد، وشويه على الاي دلتا عشان نوصل الكورتكس نمره واحد نعمل لوكاليزيشن وعشان نعمل الرابيد فليكس ويزدرول. النقطه الثالثه، انواع الريسبتورز. وي هاف يعني تراديشنالي كده في الجامعات عندنا اربع انواع من الريسبتور. ميكانيكال بين ريسبتور بتستجيب للاكستريم اوف ميكانيكال ستيمولاي، لما مثلا الكمك لكمه جامده بتحس بالميكانيكال، ده حاجه ميكانيكيه. ثيرمال لل extremes of temperature، حاجة سخنة قوي أو ساعة قوي. chemical وكما واضح من الاسم لحاجات chemical. وفي نمرة واحد رابع اسمه polymodal، يعني poly يعني متعدد وmodal يعني نوع، بيستجيب لأكتر من نوع. يبقى في أربع أنواع أساسية: mechanical, thermal, chemical. الميكانيكال للإكستريم أوف ميكانيكال ستيمولاي، الثيرمال إكستريم أوف ثيرمال ستيمولاي، الكيميكال للكيميكال، وفي polymodal. للأوائل وللزملاء الأصغر سنا بقول لهم في نوع خامس كاتبه لك اهو على الجنب، اللي هو sleeping أو silent pain receptors. ليه سموه silent؟ لأنه ما بيشتغلش في الأحوال الطبيعية، فقط لو حصل inflammation. فده للأوائل يقولوا نوع خامس، ما يعرفوش بقية زملائهم. threshold of pain الثيرمال، قلنا الناس كلها متفقة في الثريشولد اوف بين، وده رقم مهم هنجيله بعد كده، كل الناس بتتألم عند درجة 45. النقطة الرابعة، ديستريبيوشن اوف بين ريسبتورز. هل فكر كده معايا كل أجزاء جسمك فيها بين ريسبتورز وتحس البين؟ فكر. الإجابة لا طبعا. ليه؟ لما بقص ضافري، لما بقص شعري مفيش بين، يبقى مفيش بين ريسبتورز في الموضع دي. انما نيجي بقى عاوزين اسئله ام اس كيو مهمه جدا، مين اكتر حته فيها بين ريسبتورز؟ طبعا السكين، لان اي حد يلمسك يقرب منك لازم تحس بألم سكين. لكن في نقطه تاني، في واحد في اكتر حاجه مؤلمه في الدنيا مش السكين، كسر العظم. سربرايزنج، واحد من اهم الاسئله، العظم نفسه ما بيحسش الالم، ما فيهوش فري نيرف اندينجز. عارف ايه اللي بيخليك تحس الالم لما العظم يتكسر؟ ان الغلاف اللي مغلف للبون اللي هو البري اوستيوم ده فيري ريتش ان بين ريسبتورز، يعني شرخ البري اوستيوم هو اللي بيدي الم. واحد يقول لي مش مصدق، اديني مثال. مش في ناس الفيمر بتاعتها مكسوره؟ ايوه، وحاطين له نيدل مسمار جواها، ولو حضرت العمليه ازاي بيركبوا المسمار بالشواكيش، بندخل مسمار جوه الفيمر عشان نلحم الحتتين المكسورين مع بعض. تسال عن انت حاسس المسمار اللي جوه البول؟ يقول لك لا. امال ليه كسر العظم كان مؤلم جدا؟
لانه شرخ البريوستم اللي هو اغنى حته في جسمك فيها فري نيرف اندنجز. يعني لو جاب لك سؤال مين اكتر حاجه ريتش ان فري نيرف اندنجز ما تقراش السؤال، الاجابه البريوستم، اوعى تنسى دي. طب مين في ليس بين ريسبتورز؟ الفيسرا والديب تيشو. شوف حاجه رائعه، لان الاحتياج غالبا البينفول ستيمولاي جاء من بره، فعشان كده السكين في بين ريسبتور كتير اقل من جوه، فعشان كده الديب تيشو والفيسرا فيهم لس. طب مين ما فيهوش بين ريسبتورز خالص؟ خد بالك بقى الاربعه دول نحفظهم مع بعض كويس قوي. الليفر واللنج، حتى الاثنين هم بحرف ال. الليفر بارينكما، يعني نسيج الليفر نفسه، او اللنج بارينكما، لاني مش جاي اقرا معاكم فعاوز افهمك ازاي ما فهمش فري نيرف اندنجز. عيان عنده ابسس في الليفر، ليفر ابسس او لنج ابسس، سربرايزنج مش حاس اي بين، عنده خراج في الكبد او خراج في اللنج مش حاس بين. امال امتى يحس بين؟ اقول لك، لو وصل الخراج والانفلاميشن للغلاف المغطي الليفر وهو البريتونيوم، او الغلاف اللي بيحوط الرئه وهي البلورا. هتقول لي ايه القيمه يعني الكلينيكيه اللي قلته ده؟ تعال اقول لك. واحد عنده، شفنا في السونار، ليفر ابسس او عنده لانج ابسس، طالما مش حاسس بين يبقى لسه ما وصلش البلورا وما وصلش البروتونيوم. لكن لو عنده ابسس وحس بين يبقى الموضوع بقى اخطر، لان الابسس تضخم ووصل للغشاء المغلف اللي هو البروتونيوم في حاله الليفر والبلورا في حاله اللنج. يبقى لو عندك اتنين عيانين عندهم لانج ابسس، اللي حاسس بين ده الحاله الاخطر، لانه انتشر ووصل البلورا في حاله اللنج او البروتونيوم في حاله اللنج. عشان كده بين انديكيتس ان الحاله مور سيفير. لسه قايلينها، البون ما فيهوش فري نيرف اندنجز، وهناخد معاه البرين، يبقى اثنين بالال ليفر كامثله، في حاجات اكتر، ليفر ولانج وبون وبرين. وصدق ولا تصدق، البون لسه قايله، بس البريوستم اللي حواليه فيه، لو البرين اللي بيحس كل الاحساسات، صدق ولا تصدق، لو واحد عنده برين ابسس، ابسس في البرين ما يحسش بين. البرين اللي بيحس كل حاجه، لو في خراط ما تحسش بين. امال امتى يحس بين؟ لو وصل الغلاف المغطي اللي هو الديورا. يبقى تعال نحط قاعده، يبقى الليفر بارينكما، اللنج بارينكما، البون، البرين ما فهمش فري نيرف اندنجز. امال امتى تحس من هذه الاعضاء بين؟ لو وصل للاغلفه بتاعتها، بريتونيوم في حاله الليفر، بلورا في حاله اللنج، بريوستيوم في حاله البون، ديورا في حاله البرين. النقطه الخامسه، ادابتيشن. يعني ايه ادابتيشن؟ يعني في حد هيادبت مع البين؟ ده البين انديكيتس تيشو دامج، يبقى المفروض ما اعملش ادابتيشن معاه عشان خاطر اقعد متنبه ومتيقظ انسيك ميديكال هيلب. فعشان كده ربنا خلى الادابتيشن بتاع البين ريسبتور سلو، فنسميه خدناه قبل كده سلولي ادابتنج، يعني بطيء، او تونيك يعني مستمر، تون يعني مستمر، يعني شغال على طول مش هيبطل، عشان حضرتك ما تنعس تاخد بالك ان في بين وتحاول تشيل مصدره. حتى هذا التعبير النهارده يعني لم يعد يشفي غليل الاطباء. الاجابه الاصح ان هو مش سلولي ادابتنج، هو نون ادابتنج ريسبتور، مش ادابتيشن خالص، مش سلولي ادابتنج، نون ادابتنج. الجمله السادسه والاخيره، مين الكيميكال ميديتورز؟ يعني لما بعمل بين ايه المواد المسببه للبين؟ طبعا كان في زمان ثيوريز كده يقول لك لما تعمل بين بتعمل انجري سيلز، فبتعور اللايسوزومز، تطلع بروتوليتيك انزيمز، تطلع بيبتايد صغيره تعمل ستيميليشن. اتس اوكي، اتس صح، ما بنقولش لا. وحتى بلاقي في كتب كثيره يكتبوا مجموعه كبيره جدا من المواد هي اللي بتسبب البين، انما انا عاوزك تركز على ثلاثه فيهم اللي انا معلمهم لك باللون الاصفر، الهستامين والبروستاجلاندينز والاهم البرادي كاينين، اللي هو الكاينين البطيء، برادي يعني بطيء. هل في مواد تانية؟ في ناس تقترح مواد تانية زي السيروتونين، زي البوتاسيوم، زي الاستايل كولين،
زي الليكوترينز اند سو اون. بس بليز ركز على هيستامين، براديكايدين اند بروستاجلاندينز. ده سؤال نظري given account on pain receptors. انا عارف انك ممكن ترجع الفيديو فهقول العناوين بس. free nerve endings ده الريسبتور، الفايبر المتصل بيها سي ثم سي ثم سي ثم اي دلتا. التايبس ميكانيكال وثيرمال وكيميكال، او واحد يستجيب لكله يبقى بولي مودال. وللاوائل في السليبنج او سايلنت نوسيسبتورز اللي هي لا تستجيب السليبنج اور سايلنت نوسيسبتورز الا مع الانفلاميشن. النقطه الرابعه ديستريبيوشن، في حاجات فيها مور بين ريسبتور اهمهم البري اوستيوم، حاجات ليس بين ريسبتور زي الديب تيشو والفيسرا، وحاجات نو بين ريسبتور. ودي بتيجي سؤال الليفر بارينكما، اللانج بارينكما، البون والبرين. الادابتيشن نون ادابتيف النقطه الخامسه. النقطه السادسه كيميكال ميديتورز، ركز على هيستامين براديكاينين اند بروستاجلاندينز. نيجي انواع البين بقى يا شباب. احنا عندنا ثلاث انواع من البين، يبقى الموضوع سهل افتكرها كده بطريقه سهله. انه في طبعا كوتينيوس بين، ده اهم حاجه. وبعدين ننزل تحت شويه يبقى في كوتينيوس بين، ننزل تحت شويه يبقى ديب بين اللي هو من المصل مثلا، ندخل جوه اكتر يبقى فيسرال بين. يبقى عندنا هنتكلم على ثلاث انواع من البين اساسيه، وهنحط نوع رابع اللي هو هنشوف متعلق بالاعصاب زي الترايجمنال نيورالجيا، الم العصب الخامس، حاجات متعلقه بالنيرفز زي الساتيكا اللي هو زي عرق النسا في الناس اللي عندها مشاكل في الباك. يبقى هما ثلاث انواع السين، وهنحط النيوروباثيك بين كنوع رابع. كوتينيوس ديب اند فيسرال ونيوروباثيك، ادي الاربع انواع. هتقول لي مين اهم نوع؟ اقول لك لينا كاطباء الفيسرال، لان يعني اقول لك ايه، معظم الدكاتره اخصائيين امراض باطنه مش باطنه، باطنه يعني غير ظاهره. حتى بستعجب لما حد يكتب على عيادته اخصائي الامراض البطنيه. بطنيه ايه يا بابا، انت شغال على البطن؟ بطنيه ده حي سائل السمعه، كان زمان بيتباع فيه مخدرات. انت اخصائي امراض باطنه يعني غير ظاهره، انترنال ميديسن. فالفيسرال هو الاهم اذا عاوز تسالني في النظري وفي الحياه وكطبيب، يليق الكوتينيوس في الاربعه دول، انما احنا ندرس الاربعه. تيدي بيل كوتينيوس بين يا اولاد. فندرس الاول الكوتينيوس بين. كوتينيوس بين ده بينقسم الى نوعين. ليه نوعين؟ لان احنا قلنا البين بيحمل على نوعين من الفايبرز، الاي دلتا وده سريع، والسي فايبرز. فكان لازم نقسم كوتينيوس بين، ده سؤال نظري مهم، الى نوعين، فاست سريع وسلو. حاجه بتشبهني حتى بالدانسينج، عارف في الرقص يقول لك في فاست وفي سلو. الكوتينيوس بين كمان في فاست وفي سلو، لان في نوعين من الفايبر، واحد سريع اللي هو الاي دلتا، وواحد بطيء اللي هو السي. فالفاست ده من اسمه ايميديت، يعني لانه سريع في الحال، اكيوت حاد. انما ايه اهم تعبير؟ انه شارب بريكنج، شارب بريكنج. انما بتاع السي فايبر، خد بالك ده الاهم، ده بيتميز اللي هو السلو، انه كرونيك مزمن. burning يعني حاسس بالحرقان، او throbbing يعني نقح زي وجع اللي قلنا الايه الابسس الخراريج، يبقى throbbing pain. يبقى ده اهم كلمه في الام اس كيو بتيجي، ان ده sharp pricking، وطبعا acute or immediate من اسمه، دي مش هتلخبط فيها. fast يبقى immediate وشو acute، slow 100% chronic. انما فين الكلمتين اللي بيجوا كتير؟ ان ده sharp pricking كانه شكشكه، انما ده burning او throbbing. انتوا عارفين يا اولاد ان انا احب النظام نمره واحد، واحب الجداول نمره اثنين، فعشان كده حطيتهم في جدول لو تابعتني من تسع نقط. هناخد نقطتين متعلقين ببعض ثم نقطتين متعلقين، يعني كل نقطتين مع بعض وبعدين نقطه لوحدها في الاخر، عشان احب النظام تبقى فاهم فكره الجدول. فالفاست بين بيحصل اللي هو بتاع الايدلتا immediately after، ويقعد شورت دوريشن
استعجب ناس يقول لك بيبتدي بعد 1/10 من الثانيه، ايه الكلام الغريب ده؟ تفرق مصدر البين كان في الفوت ولا في الرقبه، هيوصل برين امتى؟ فتحديد مدد بستغرب لها جدا، مع ان ايه بلاقي زميل بيكتب اي حاجه. فده نقول بيبتدي immediately after ويقعد short duration، ده بعد مدة صغيرة ويقعد long duration. حددش انا، ممكن بقى واحد يقول لك هنا بعد 1/10 وهنا بعد مش عارف 1 ثانية، يعني ignoring مصدر الألم. بستعجب بس اهي يلا. يبقى دول اول نقطتين، الانست والديوريشن. هنا الانست سريع وشورت ديوريشن، هنا الانست ابطا ويقعد لونج ديوريشن. جمع معايا ادي 2. طيب اهم نقطتين بقى اللي حاططهم باللون الاصفر، هو على اي اساس قسم ده فاست سلو؟ اهي بالاصفر، ان الفاست بيحمل على الاي دلتا فايبرز، وعليه الاي دلتا فايبر دي الوحيده اللي مسموح لها توصل للسريبا كورتكس، لان قلت ان الكورتكس ما بيستقبلش غير مايلينيتد فايبرز، قلتها حتى في مزاح، فايبرز متغطيه ما بيستقبلش حد عريان الكورتكس خالص، فايبرز عريانه لا مالوش في النظام ده. فاللي ماشي على الاي دلتا يبقى ده بيطلع للكورتكس، والكورتكس ده حاجه جديده، يعني في اللور انيمال، اللور فورمز انيمال ما فهمش كورتكس، ما عندهمش قشره مخيه، فعش كده سموا ده نيو يعني جديد سباينو ثلاميك تراكت. انما السلو بيحمل على السي، السي دي ما بتطلعش كورتكس، بتوصل لحد الثلامس وتقف. طب والثلامس دي موجوده في اللور فورمز وانيمالز زي الفيش وزي البيردز، فعشان كده يقول لك بتحمل على الباليو سباينو ثلاميك تراكت، يعني اللاترال سباينو ثلاميك تراكت اللي بيحمل بين جزئين، جزء جديد. جديد ليه؟ لانه طلع الكورتكس الجديد يبقى يسمونه ايه، وجزء قديم ليه في اللور فورمز انيمال اسمه بيليو. وبرده فقره المعلومات العامه، بيليو يعني قديم، بيليونتولوجيست اللي هم العلماء اللي بيدرسوا الحاجات القديمه، الحفريات القديمه زي عصر الديناصورات. والسؤال فقره المعلومات العامه، اكتر فاصلز لقوها للديناصورات في العالم وجدوها فين؟ انا عارف سؤال صعب، الاجابه الارجنتين في امريكا الجنوبيه، وعشان كده اكبر معهد للبيليونتولوجي وفي اكبر عدد من البيليونتولوجيست موجود في الارجنتين، لان يعني بيقول لك مفيش حته في الارجنتين ما مشيش عليها ديناصورات من 65 مليون سنه. كل ده بحكي عشان تفتكر نيو، انتوا عارفين يعني جديد زي نيويورك وما شابه، انما باليو يعني قديم. وفاهم الاي دلتا يطلع الكورتكس اللي هو الجديد يبقى لا يستخدم الجديد النيو، السي ما بيطلعش كورتكس اللي هو قديم يبقى باليو. ده النقطه الثالثه والرابعه، حب النظام ايه يا اولاد. النقطه الخامسه والسادسه متعلقه بالثالثه والرابعه. طب احنا قلنا النيو سموه نيو ليه؟ عشان بيطلع سنسي كورتكس، يبقى ده اللي يوصل للسنسي كورتكس، والكورتكس هي اللي بتعمل لوكاليزيشن عليه، يبقى ويل لوكالايزد. بينما السي ما بتطلعش الكورتكس، بتروح للريتيكولا فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي، وهبقول في اوانيها ليه سموها نون سبيسيفيك. وعليه ادام ما راحتش الكورتكس تبقى بورلي لوكالايز. دي النقطه الخامسه والسادسه. النقطه السابعه والثامنه، تفتكر مين ارقى؟ يعني لو قلت لك كده عشان دي هتساعدك في التذكر، 100% الاي دلتا ارقى من السي فايبر، دي مايلنيتد، انما دي امايلنيتد، فدي بسميهم في تخصص اكتر في الاي دلتا، يعني لا يتصل غير بالميكانو والثيرمو ريسبتورز فقط. احنا كان عندنا اربعه وزودنا عليهم السايلنت، انما السي بيتصل باول تايبس اوف ريسبتورز. طيب الاي دلتا ده موجود في حتتين فقط، في السكين وفي السينوفيال ميمبرين والكفرز. يعني اقولها لك حاجه، يعني موجود الاي دلتا في الاغلفه اللي بتغطي من الخارج والتي تبطن من الداخل، في الاغلفه بس، انت مغلف بالجلد، والليفر مغلف بالبروتونيوم، واللنج بالبلورا، والبرين بالديورا، وهكذا. فهو موجود في حتتين، في او خليها في حته واحده، الاغلفه، الغلاف اللي من بره اللي هو السكين، والاغلفه اللي جوه اللي هي السينوفيال ميمبرين والكفرز. انما ده موجود في اول تيشوز، سكين انزل تحت يبقى دي بتيشو، انزل اكتر فيسر. يبقى ايه رايك في الحته دي؟ يبقى السي هنقولها بطريقه سهله،
اللي هو السلو بين. كل الانواع كل الانسجه، يبقى انت تحفظ كلمه واحده. ده المذاكره فن، التحصيل فن. ان السي ده اللي هو اقل قدرا زي الممارس العام. الممارس العام ده بتاع كل حاجه. مش احنا قلنا لو اعتبرت طبيا ده يعني حاجه مزاح كده يعني بنشبهها، ان في اخصائي وفي ممارس عام. يبقى مين الاخصائي هنا؟ مين الارقى؟ الاي دلتا ارقى من السي. الممارس العام ده عام 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 عشان ما تنساهاش، تقول الدكتور ناجي فكرها لي. يبقى السي ده اللي هو العام كل الانواع وكل الانسجه، انما الاي دلتا ده اللي هو الاخصائي ريسبتور معينه ميكانو ثيرمال وتيشوز معينه، الغلاف اللي من بره السكين والاغلفه اللي من جوه. كده وصلنا 8 نقط يا اولاد. النقطه التاسعه دي خدناها قبل كده في سنه اولى. يعني كل نوع من الفايبر يتاثر اكتر بايه؟ اللوكال انيثيتكس المخدرات الموضعيه. وعلمتك كلمه انيثيزيا كلمه من جزئين. الثيزيا يعني احساس، حب قوي الترمينولوجي. انيثيزيا يبقى لا احساس اللي هي التخدير. فاللوكال انيثيتكس اللي هو المذر دراج بتاعها الكوكايين اللي ما حدش بيستخدمه دلوقتي، بيستخدموا مستخرجات منه لان الكوكايين نفسه توكسين بيشموه، بس انما خرجنا منه حاجات بقى حلوه اللي هي الزيلوكين واللجنوكين والحاجات دي كلها. فكر معايا، لو انا دهنت السي فايبر بلوكال انيثيتك والاي فايبرز هينفذ الى مركز ايهما اولا؟ هيروح المركز بتاع مين الاول؟ اهو مش راضيه ترسم. هتروح للمركز بتاع ايهما اولا؟ طبعا هتروح للسي اولا لو دهنت الاثنين. عشان كده السي افهم ما تجاوبش غلط، تتاثر باللوكال انيثيتكس قبل الاي دلتا، مش فقط قبل الاي دلتا. يعني السي مور سنسيتيف تو لوكال انثيتيك هي الاول وبعدين الاي دلتا. And thank God، عارف ليه؟ لان انا قلت when I'm talking about pain حفظتها الاجيال، I'm talking about C fibers pain. لانه السي فايبر ارجع لك تاني اذكرك بطريقه لطيفه، ده البيرنينج بين، انما ده بريكنج. وقلت ربنا توعدنا بالجهنم مش بالشكشكه، بالبيرنينج. يعني العقاب هنا النوع السخيف في البين والبيرنينج، افتكرها سي، انما ما وعدناش بالشكشكه. فثانك جاد ان اللوكال انستيتيك بتضيع النوع الاسخف اللي هو البيرنينج، ثم هتضيع الثاني برضه. انا ما باخدش لوكال انستيتيك عشان اضيع الاهم واسيب الاقل. فعشان كده ما بحبش العبط ان اقول الكوكايين بيأثر على السي فايبرز والبريشر الاوكشن لاك على الايدلتا. لا، هي مين قبل مين؟ الكوكايين يأثر على السي ثم الايدلتا، فيضيع الاهم اللي هو البيرنينج اللي توعدنا بيه ربنا ثم البريكنج. طب ليه البريشر الاوكشن لاك بيأثروا على الايدلتا الاول قبل السي؟ فكر فيها. بص للرسم، مين الفايبرز الاكبر؟ الايدلتا اكبر، يبقى عاوزه دم اكتر، عاوز اوكشن اكتر. لو انا عملت بريشر البريشر ده هيقلل بلاد سبلاي والاوكشن لاك هيقلل الاوكشن طبعا. يبقى مين اللي يتاثر؟ اللي احتياجه اكتر. عاوز ناس فاهمه مش حافظه. يبقى اللي يتاثر الكبير لانه محتاج دم اكتر، محتاج اوكشن اكتر، اللي هو الاي دلتا، ثم السي فايبرز. يبقى ما تحبش طالب معايا يقول انه الكوكايين ياثر في السي والاوكشن لاك والبريشر في ايدلتا. لا، يقول اللوكال انثيتيك كوكايين يؤثر في السي اولا ثم الايدلتا ثانيا. هو بينفذ ليها بس ياخد مده اطول من هنا. دي محتاجه اوكشن وبلاد اكتر، يبقى تتاثر بالبريشر اللي بيقلل بلاد سبلاي والاوكشن لاك اولا ثم السي فايبرز. سلام بقى لو كتبت الكوتينيوس بين الجدول ده اللي هو التسع نقط، كل نقطتين مع بعضهما الانست والديوريشن، ادي نقطتين، الفايبرز والتراكت تاني نقطتين، ايه دلتا هيطلع الكورتكس يبقى النيو، السي مش هيطلع الكورتكس يبقى هو البيليو القديم. النقطه الخامسه والسادسه، طب طلع الكورتكس يبقى اقول لوكالايز، ما طلعش الكورتكس يبقى بولي لوكالايز. طب السبعه والثامنه، ان السي ده هو الممارس العام، ده بتاع كله اقل قدرا، يبقى ده يتصل الممارس العام ده بتاع كل الامراض، فبستغلها استغلال حلو في انك تفتكر all types of receptor all tissues. انما هنا انواع معينه ميكانيكال اند ثيرمال وللاغلفه الخارجيه للسكين والداخليه اللي هي الكفرز والسينوفال ممبر. النقطه التاسعه،
مين يؤثر في مين اولا. سلام على الاجابه كده. عشان تاخد الفول مارك بقى لازم تزود مع الحته دي threshold of pain. قلت معلومه ان كل الناس بتقولها خطا شائع، واحد يقول لك انا بحس الالم والتاني يقول لك انا ما بحسش الالم. لا، كل الناس اثبتناها بتجربه عملها الصينيين عباره عن مصدر ضوء وعدسه. يعني عارف زي ما كنا بنلعب واحنا اطفال بعدسه الشمس نولع في الورق الصغير اهي، فهم عندهم جهاز يتكون من مصدر للضوء وعدسه وبعدين يحط لك نقطه سودا على قرطك. ما معلناش الكلام ده على فكره. عارف ليه حطها نقطة سودة؟ عشان الأسود بيمتص الحرارة أكتر حاجة. لقوا إن كل الناس لما درجة حرارة النقطة السودة اللي في أورتك توصل 45 كل الناس experience pain، يقول أنا تألمت. فطلعوا الصينيين مالكش دعوة بالجهاز بإنه الـ threshold of pain is the same in all individuals. نحن لا نختلف في إن واحد يحس pain وواحد ما يحسش، أمال بنختلف في إيه؟ في reactions to pain. يبقى threshold of pain في كل الناس ثابت، كلهم يتألموا عند 45، إنما الاختلاف واحد يتحمل ولا يتحمل، يرياكت يعني يتفاعل أكتر أو لا يتفاعل أقل، لكن كلنا بنتألم عند 45. طب reactions to pain عندنا ثلاث مجموعات. يبقى مفيش اختلاف في threshold، الاختلاف في reactions. في motor reflexes. دي spinal reflexes. لو انا في حاله الفاست بين اللي هو غالبا دي بيبقى في الجلد، يعني ماشي حاجه شكتك في رجلك بتروح ساحب رجلك، يبقى نسميها فليكسور ويدرول يعني تسحب ريفلكس. وهنا عندي التامل الجميل قلت لكم قبل كده اللي هو ليه ربنا خلاه سباينال ريفلكس. بص معايا دلوقتي الفكره كالاتي، دلوقتي السنتر بتاعه هنا السباينال كورد، يبقى انا اتلسعت في رجلي الامبلس جايه تروح رايح الاسبان كورد وتروح سحبه رجلي قبل ما توصل للكورتكس. يعني الانسان بيسحب رجله قبل ما يكون حس الالم، بس لان الاثنين قريبين من بعض جدا في الوقت فالواحد بيتصور خطا انه سحب رجله كنتيجه الاحساس بالالم. لا، مش هقول سباينال ريفلكس، اهو الامبلس جت كده ودخلت سباين كورد ورجعت سحبت رجله، لسه ما وصلناش الكورتكس اللي هو بيحس الالم. ايه اهميتها؟ قلتها بجمله رائعه وهقولها لك تاني. هو ليه ربنا خلى السنتر سباينال كورد؟ احنا قلنا البين بروتكتيف ريفلكس، يبقى لازم يبقى سريع ولا بطيء؟ قول انت بروتكتيف، تعمله بسرعه ولا تبطئ؟ لازم يبقى بسرعه. يبقى الباث واي يبقى طويل ولا قصير؟ عشان يبقى بسرعه يبقى قصير عشان يحصل بسرعه. عشان كده خدنا اول سنتر اللي هو السباينال كورد ما بيطلعش فوق، بس وايد سباينال ريفلكس. وقلت من غرائب الاقدار اللي الناس ما تعرفهاش، لو انت جيت على واحد على ويل تشير رجله مشلوله، بلاقي الراجل قاعد على كرسي بعجل، تلمس رجليه مش حاسس، يعني رجل فاقده للحركه والحس. طب حاول تاذيها، شكه بدبوس مشلول، تلاقي راح سحب رجله، يعني اراديا ما يقدرش يسحب رجله، انما لما تشكه وتحاول تاذيه يسحب رجله. ليه؟ لان سباينال ريفلكس القطع هنا عند الراجل اللي عنده ويل تشير ريفلكس شغال عادي خالص لانه تحت القطع، وبرغم انه مش حاسس يعني لا يستلزم الاحساس، زي في اللايت ريفلكس لما قلت لكم في السبيشال سنس يحدث من غير ما تشوف الضوء. الله هو اللي بيحافظ علينا مش احنا بنحافظ على روحنا. وقلت الجمله الجميله وبقولها واحفظها اجال، ان الراجل المشلول ده رجله فاقده للحس ما بتحسش وفاقده للحركه، لكن ربنا بيحرسها. لما شكيته مش حاسس واراديا تقول له حرك رجلك ما يقدرش يحرك رجله، ومع ذلك شكيته راح ساحبها بعد عن مصدر الاذى. فبقول لك جمله جميله، وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. هو ما يقدرش يسحب رجله بس ربنا يقدر يسحبها. ليه؟ لانها سباينال ريفلكس. شوف العظمه، وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس، زي ما خدناها في السبيشال سنس في اللايت ريفلكس، وما زالت العين الالهيه تحرس العين العمياء. يبقى ممكن عنده ليجن في الاوكسيبتا كورتك مش شايف، تدي له ضوء يعمل بيبيلي كونستيكشن عشان ضوء بيأذي العين. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟
نيجي في حاله السلو زي الفيسرال بين. في الفيسرال بين افرض عندي فيسرال بين هاجر اروح فين؟ عندي بين بين في الابدومين انفلاميشن في الابندكس، لا يحصل برضه سباينال فليكس بس مش هتسحب حاجه، يعمل ريجيديتي اوف ذا اوفرلاينج ماسلز، يعني الماسل اللي فوق تبقى ريجيد جامده، يسموها علمك زياده شويه على اللي عليك جاردنج ريجيديتي. يعني انا لو عندي الابندكس انفلامد الناحيه ده اهو والماسل طريه وانت جبت خبطت لي يا خبر باي، لكن لو الماسل ريجيد وانت خبطت مش هتوصل الابندكس، فيسموها جاردنج ريجيديتي. طب هتقول لي فائدتها ايه؟ اقول لك في الطب الدكتور اللي فاهم الدكتور اللي مش فاهم، انا ما بضيعش ولا وقتك ولا عندي وقت اضيعه. عندي قال لي انا عندي بين هنا في الرايت ايليك فوس، يبقى ممكن يبقى عنده التهاب في الزايده. احد الساينز اللي تاكد لي اقول له طب نام وابتدي افعص في بطنه، بطنه كلها طريه ما عدا الحته دي ناشفه، ناشفه يبقى فيها جاردنج ريجيتي. ليه ناشفه؟ بتحمي الانفلامد فيسكاس اللي تحته، يبقى 100% الابندكس انفلامد. خلاص، فالجاردنج ريجيتي دي بتساعدنا في ان ادام في جاردنج ريجيتي يبقى الفيسكاس اللي تحته فيه مشكله، يبقى فعص في كل بطنه طريه اشمعنى الحته دي ناشفه، يبقى هي بتحمي حاجه انفليم تحتيها. طبعا الحين في حاجه تانية اهم في الدياجنوزيس اوف ابنسايتس التهاب الزائد، انت دوس بشويش طب بشويش ما هو في جاردنج ريجيتي بشويش وشيل ايدك فجاه تلاقي العين صرخ ريباوند، ادي ازاي بنشخص الابندكس. يعني عشان نتعلم طب مش بالعبط، مش واحد يجي يقول لي الم هنا بقى ابندكس دخله على العمليات، نشوف الجاردنج ريجيتي ونشوف الريباوند. يلا خلينا نعلمكم طب. طيب تاني حاجة autonomic reflexes، لو acute pain بيستدعي sympathetic اللي هو زي cutaneous pain مثلا، فكر فيها ليه؟ لو انا خبطتك خبطة مثلا في ايدك يبقى لازم تتنبه كده وتحاول تدافع عن نفسك، شغل sympathetic. لكن لو chronic pain visceral pain مثلا هتخانق مع مين؟ ده بالعكس علمتها لكم بطريقة لطيفة، ال visceral pain كله يعمل parasympathetic effects، يقلل ضربات القلب، يقلل الضغط، فتحس انك همدان، ويعمل نوزيا وفوميتنج. ايه قيمه؟ قلت ليه الكوتينيوس او اكيوت بين يزود؟ عشان تدافع عن نفسك، لان الاذى جاي من بره، يبقى لازم تدفع الاذى عن نفسك. انما ليه كرونيك فيسرال بين بالعكس بيقلل الضغط ويقلل الهارت ريت؟ قلتها لكم في العام الماضي، لما ضغطك يقل وضربات القلب تقل تحس انك همدان، حلوة دي، فتتهمد فتتخمد فتنام فتخف. لكن تخيل واحد عنده visceral pain وضغطه عالي والهارت ريت زيادة يجري بقى في الشارع، ما هو الضغط عالي والهارت ريت زيادة، لكن ربنا بيخليك تتهمد، visceral pain يشغل بارا يهمدك غصب عنك، تلاقي نفسك عاوز تنام فتخف. سبحان الله، وراء الخلق خالق. الايموشنال دي اسهل واحدة طبعا، الاكيوت بين يعمل crying وanxiety، باب قفل على صبعك اكيوت بين تصرخ وتحس باضطراب. الكرونيك بين يا اولاد يعمل ديبريشن، مفيش هنا في الخارج عين عنده كرونيك بين قرفه. اسمع الجمله دي مهمه جدا، لما يعرضوه على سايكايتريست، ما هو ليه مش هيعالج له البين؟ البين ده هيعالجه الراجل بتاع البين ايا كان مصدره، بقى مصدره من البون يبقى يروح لواحد بتاع عظمه حاجه امراض باطنه، لازم كرونيك بين قارف العيان هيدخله ديبريشن، يبقى لازم يتعرض على سايكايتريست. دي الاجابه النموذجيه لسؤال كوتينيوس بين، الجدول من 9 نقاط كل اثنتين مع بعضهم واخر نقطه لوحدها، وبعدين تقول الثريشولد اوف بين ورياكشنز تو بين. موتور ريفلكسز اهم سؤال فيها انها سباينال، وفهمنا ليه سباينال عشان تبقى رابيد يبقى شورت باث واي. واوتونوميك ريفلكسز وفهمنا ليه الاكيوت كوتينيوس بين يشغل السيمباثيتك لتدفع الاذى عن نفسك، لان الاذى جاي من بره. انما لما يبقى كرونيك فيسرال هتخانق مع مين؟ ده بالعكس يعمل باراسيمباثيتك، فتنام فتتخبط فتتهمد فتخف. والايموشنال سهل، اوعى تنسى اهم حاجه، اي عيان عندك عنده كرونيك بين ما تسيبوش، انت مش وظيفتك تشيل بين بس، حوله لسايكايتريست، لان هي مش جت ديبرست. بين ده اكتر الحاجات اللي تعمل ديبرشن في الدنيا. طيب ننتقل للديب بين بقى، ننزل تحت الجلد بقى شويه، هناخد الديب بين يا شباب. اهي
قلنا الكوتينيوس بين قسمناه نوعين سلو وفاست، عشان كده كان بيحمل على السي والإدلت. لاحظ بقى من ساعة ما ننزل تحت الجلد اللي هو الديب بين او ندخل جوه اكتر الفيسرال بين كله على سي فايبر بس، دي نقطة مهمة جدا في الام اس كيو، سي فايبر بس. وعليه بماذا يتميز ديب بين؟ كل حاجة بديها لك بطريقة لطيفة تحفظ. هل السي فايبر دي بتروح الكورتكس؟ لا، يبقى ما هواش وين لوكالايزد، يبقى ديفيوز بين، بولي لوكالايزد ديفيوز، يبقى غير محددة المكان، ضل ايكينج، غير بين غير محدد المعالم. يعني في الجلد تقدر تحدد تقول حاسس شكشكة يبقى زي شكشكة الدبوس، حاسس حرقان يبقى زي البيرنينج زي النار، انما عضلاتك وجعاك ما تعرفش توصفها مظبوط، سموها ضل ايكينج. ومعاها قلنا ديبريسور افكت، بتشغل الباراسمباثاتيك تقلل الهارت ريت والارتيبلا بريشر. فقط الكوتينيوس بين هو اللي بيبقى معاه بريسور افكت عشان تدافع عن نفسك، الاذى من بره، لكن عضلاتي وجعاني هضرب مين وحد عمل لي حاجه ارتاح، دي بريسور افكت. لاحظت حاجه جميله؟ انا عارف ان احنا خلاص حفظنا بعض. يبقى لماذا يتميز الديب بين؟ كله بحرف الدي، ديفيوز ضل ايكينج مع دي بريسور افكتس. عارف هقولها لك بطريقه لطيفه، ساعات الطلبه بتفتكر الحكايات ما تفتكرش المعلومات، يقول لي من الحكايات بنفتكر، قلتها ازاي؟ فبماذا يتميز الديب بين بالدي دي؟ ايه الدي دي دي؟ اقول لك القصه دي. من عده سنوات كده اكتر من 10 سنين كانوا بياخدوا احلى اغنيه في العالم، خلاص عارف في هذه السنه الاغنيه اللي فازت كانت بيغنيها واحد جزائري بيقول دي 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 دي. حتى كان عندي طالب جزائري فقلت له طب قول لي يعني ايه دي دي، فقال لي دي دي يعني يعني تعالي لي دي 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 دي. فبماذا يتميز الديب بين؟ اوعى تنسى الديب بين بحرف الدي بال دي دي كلها بحرف، عشان ما تنساش مع حين ديفيوز ضل ايكينج مع ديبريسور افكت. كده سهل. نيجي بقى الكوزس، ايه سبب الديب بين في الماسلز؟ يا ماسل سباز يعني تقلص في العضلات، التهاب في العضلات انفلاميشن، ونرجو الا تكون اسكيميك بين، نقص الدم اللي رايح لعضله القلب او اللي رايح لعضله الرجلين. يبقى عشان كده اهم نوع بنهتم بيه ان البين ده ما يبقاش بسبب نقص البلاد سبلاي اللي هو الاسكيميك بين. وعشان كده ده اللي بيجي سؤال نظري، ايه سبب الاسكيميك بين؟ اسكيميا يعني ديكريزد بلاد فلو، يبقى pain in the muscle because of decreased blood flow. طب ايه الميكانيزم؟ نفس المواد اللي عملت البين فاكرهم، هيستامين براديكاينين بروستاجلاندينز اللي هم اهم ثلاثه، بس تضيف معاهم حاجه، لما البلاد سبلاي للمسل يقل يحصل اكيوميشن اوف لاكتيك اسيد، فلازم تقول في لاكتيك اسيد دي لسه تقل. طب ايه الكاركتر بتاع هذا البين؟ خد بالك دي بقى اللي بنشخص بيها، ما بيجي اي حد مهم عندي معرفه قريب صديق وقال لي عندي بين وعاوز اعرف ده اسكيميك ولا مش اسكيميك، اساله سؤال محدد، هل بيزيد بالحركه ويقل بالريست؟ يقول لي بس بقت مشكله increased by activity وdecreased by rest. النقطه الرابعه، اشهر اسكيميك بين اللي هو انجينا بيكتوريس، بيكتورس اللي هي يعني صدر، يبقى الم انجينا في اللغه معناها ما هو لو ترجمناها عربي تبقى ذبحه صدريه، هي مش ذبحه، مش معناها ذبح، هي معناها سيفير لوكالايزد بين في منطقه الصدر، سيفير لوكالايزد في منطقه الصدر سموها انجينا بيكتورس. ففي سؤال مهم جدا هنا اساله، هل هذا الالم بيزيد بالمجهود وبيقل بالريست؟ اديك فاهم ليه؟ لان هو سببه نقص الدم اللي رايح لعضله القلب، يبقى لو القلب يشتغل اكتر محتاج دم اكتر الظواهر تبان اكتر يزيد باي اكتيفيتي، لكن لو العين ارتاح يبقى احتياج عضله القلب الدم اقل البين يقل. يبقى هنا بقى مشكله ان العين بالمجهود البين بيزيد بيرتاح بيروح على طول، انما البين مستمر على طول نفكر في حاجات اخرى. ده سؤال مهم يا اولاد. طيب في العضلات في نوع اقل شهره اسمه انترميتنت كلوديكيشن،
انترميتنت يعني متقطع، كلوديكيشن يعني تقلصات متقطعة. ده كان عند الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. سببه ايه؟ كان عنده ديابيتس الراجل، والديابيتس عامل له تصلب في شرايين الفيسلز اللي بتغذي الرجلين. خلاص؟ عشان تفهم جابوا منين كلمة intermittent claudication، انه فاكر انا في اخر مرة اخر سنة قبل يعني وفاة الزعيم الراحل عبد الناصر، كان عمل مؤتمر قمة عربي عشان خاطر يلم العرب بعد هزيمة 67. هو توفي الى رحمة الله في سنة 70 في 28 سبتمبر سنة 1970. فانا فاكر راح بقى يستقبل الناس العرب اللي هي يعني هي هيساعدوه في المحنة اللي احنا فيها في النكسة دي. فأصر ان كل زعيم جاي قبله بنفسه. فأنا لاحظت في التلفزيون ان وهو بيمشي للطائرة لاستقبال زعيم عمال ايديه الاثنين تدعك في فخاده وهو ماشي. يبقى البين بيزيد باي اكتيفيتي وهو ماشي، لكن ساعة ما يرجع ويقعد معاه في استراحة كبار الزوار البين يروح، يبقى بيزيد بالاكتيفيتي ويقل بالريست، لانه اسكيميك بين بيتحرك عاوز دم كتير، يرتاح مش عاوز دم يقل، يبقى بالظبط زي وجع القلب الانجينا باكتوس. فدي نقطة مهمة جدا، الاسكيميك بين في التشخيص. هل هو اسكيميك بين بسبب نقص الدم؟ لازم عشان كده اللي عنده ديزيز في الهارت بنعمل ايه العلاج؟ بنعمل له باي باس اوبريشن عشان يزود له الدم اللي رايح، او نحط له ستنت. المشكلة في البلاد ما بيروحش كفاية. بس الأول نشخص ان ده اسكيميك بين، ده بين بسبب نقص الدم. ايه اهي بقى فين الجولدن رول اللي لو ما كتبتهاش هتاخد صفر؟ يزيد بالاكتيفيتي ويقل بالريست. يبقى ده سؤال نظري اللي هو اسكيميك بين، هتجاوبه في كام نقطه مع شقط مثل عشق النظام. الكوز هو بيقول اسكيميك يعني نقص البلط. الميكانيزم لازم تضيف اللاكتيك اسيد. الكاركترز دي بمليون جنيه بقى، دي اللي تخليك دكتور شاطر او دكتور مش فاهم. لازم البين يزيد بالاكتيفيتي ويقل بالريست. والمثالين المشهورين انجينا بيكتوريس ده الاهم القلب، لكن في حاجه اقل شهره واكثر ندره الانترميتنت كلوديكيشن. طيب ننتقل بقى للفيسرال بين يا اولاد. ده بقى مهم السؤال، عشان عدد ضخم من الناس بيشتغلوا اخصائي امراض باطنه. برضو قلت في سي فايبرز الفيسرال، امال ايه دلتا بتروح فين؟ في الاغلفه للاوائل. البريتونيوم في حاله الليفر مثلا، البلورا في حاله اللانكس، وهكذا. ما هو اللانك تعتبر حشو برضه، انما عموما من الفيسرا نفسها بالسي فايبرز. عدد الفري نيرف اندنجز في الفيسرا قليل قوي، بحيث سؤال ام اس كيو مهم جدا. انت عشان تحس بين مش لازم تستيميليت وان ريسبتور، لازم تستيميليت مجموعه كبيره من الريسبتورز عشان توصل الثريشولد ويحصل احساس بالبين. فبينما شوف ده سؤال مهم جدا، شارب كات لو جبت موس وقطعت الجلد الم رهيب، لان الجلد من اغنى الحاجات في الفري نيرف اندنجز. اي اول سنتي بتقطعه شغل كميه كافيه تديك الم رهيب. بينما بتخيل لو واحد مصارينه طالعه بره في الشارع وانا جبت مقص وقطعت الانتستين، تصور هي ويل نوت اكسبيرينس بين، لان انت لما تقطع المقص بتفوت اهي الفيسرا كده في حته صغيره جدا، في عدد قليل جدا من الفري نيرف اندنجز لا يرقى ان يدي احساس بين. فبينما شارب كات في الجلد سيفيرلي بينفول، شارب كات في الفيسرا من اشهر الاسئله في الام اس كيو، نو بين. ما تطبقش اللي في السكين على الفيسرا. ممكن عام اقطع له الانتستين، عامل حادثه في الشارع الانتستين طالعه، اعمل عمليه اقطع الانتستين وخياطهم وما احسش بين. ما بنعملش كده، بس ثيوريتيكالي مش هحس بين. هحس بين بقى بسبب ان بطنه مفتوحه، ده موضوع اخر يعني، عشان انما قطع الفيسرا شارب كات من اهم اسئله الام اس كيو، ده نوت برودوس بين، لان في فيري فيو فري نيرف اندنجز لا ترقى انها توصلها لهذه الحاله. طيب يبقى اتعلمنا ان هو سي فايبرز، لكن الكفرز فيها ايه دلتا؟ اول معلومه. تاني معلومه اتعلمنا ان الشارب كات برودوسز نو بين. تالت معلومه ايه الكوزز اوف فيسرال بين؟ في اربع اسباب اساسيه.
اهم سبب اسكيميك بين زي العضلات برضه. ليه؟ لان يا شباب فكروا، هي ايه اهم مكون في الفيسرال؟ الناس فاهمه، انا مش جاي اقرا معاكم، انه فيها سموث ماسلز. يعني لو خدت ترانسفيرس سيكشن في الفيسرا، اكتر كتله اكتر ماس هي الماسلز، يبقى اكتر مصدر الالم من الماسل ما بيجيلهاش دم. عشان كده اهم سبب هو الاسكيميا. حتى بستعجب من عدد من الزملاء يكتبوا الامثله على انها اسباب اخرى. يعني يقول لك ايه مثلا، سبازم في اليوريتر في الحالب بتاع البول، او سبازم في الجول بلادر، او سبازم في الانتستين بيدي بين. ان السبازم ما هو ده اسكيميك بين يا بابا. ما لما يحصل سبازم هيحصل ايه؟ السبازم ده بيقفل الاوعيه الدمويه. سبازم اهو اوريها لك اهو عشان تشوف. سبازم عم اعمل سبازم، يبقى البلاد فيسل اهو فين، عاوز لي قلم احمر، مفيش قلم احمر مش مشكله، اعتبر ده سبازم كده اهو. سباز هيعمل احساس بالبين، خلاص يعني اتقفل الفيسلز. يبقى ما هو الاسكيميك بين زي، اكتبوا مثال اخر، اوفر ديستنشن اوف يورينري بلادر. يعني واحد لما يتملي المثانه البوليه ببول كتير يحس بالم. ليه؟ لان الاوفر ديستنشن ضغط على الول على الماسلز، قلل البلاد سبلاي. يبقى هو في النهايه اسكيميك بين يا اولاد، هو في النهاية سكيميك بين. تمام؟ يبقى سبازم اوفر تنشن ده سكيميك بين. تاني سبب يدي بين في الفيسرا انفلاميشن، التهاب. اي فيسرا تلتهب بيحصل فيها بين. تالت سبب اريتيشن زي ايه؟ في مثال مشهور اللي هو زي الاسيدز، اريتيشن بالاتش سي ال، الناس اللي عندها بيبتيك ألسر. رابع سبب انفلتريشن زي التيومرز لما بتانفلتريت. انا برضو هحفظها بطريقه حلوه، لان اهم بين هو الفيسرال بين. ما هي اسباب الفيسرال بين؟ اقول لك بقى، مش هتنساه طالما بتنساش ابدا. اي 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 اربعه اي حلوه، مش هتنساها مع ايه؟ طالما يقول نسمع صوتك في الامتحان. اول اي اسكيميا، ثاني اي انفلاميشن، ثالث اي اريتيشن زي بالاتش سي ال في حاله البيبتيك ألس، رابع اي انفلتريشن. يبقى الكوزز اوف فيسرال بين اي 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 اربعه اي اهو. ولا تنسى بقى عشان ترضي جميع الاجواء تفهمهم ان انت مش ناسي ان السبازم اللي هما بيتكلموا عليه والاوفر ديستنشن كسيبريت انتيتيز، دول نوع من انواع الاسكيميك بين اللي هو اهم سبب للفيسرال بين. وقلت لك ليه اهم سبب في الفيسرال بين الاسكيميك بين، انا مش جاي اقرا معاك، لان المين ماس بتاعت الفيسرا عباره عن سموث ماسلز. واحنا قلنا اهم نوع من البين في الماسل لسه واخدينه في الكاردياك وفي السكيليتال كان هو الاسكيميك بين. بس فاهمه، ما تبدأليش بدول، تبدأي بالاسكيميك. الكارك بيحمل على سي فايبر، يبقى نفس الثلاثه دي الدي. فاكر دي الدي بتاعت الجزائري؟ السي ما بتروحش الكورتكس، يبقى مش ولوكالايز، ديفيوز، غير مميز المكان، غير مميز المعامل، المعالم اسف، دال ايكينج. وبعدين معاه دي بريسور افكت، وفهمنا ليه معاه دي بريسور باراسمباثيتك، ليه ضربات قلبك تقل والارتيريا بلاد بريشر يقل. فاكرها انت؟ عشان تتهمت فتتخمت فتنام فتخف، يعني ربنا بيساعدك. وخدنا بقى فاضل اتنين تانيين زياده بقى. بص، خدنا واحده منهم اللي هي ريجيتي اوف ذا اوفرلاين ماسلز، دي سباينال ريفلكس. يعني في السكيليتال ماسلز في الليمبس بتسحب السكيليتال ماسل، بتسحب الرجل. انما في الفيسرال بين هتجري تروح فين؟ السكيليتال ماسل اللي فوق الفيسكاس بتحميه، نسميها جاردنج ريجيتي اوف اوفرلاين ماسل، وبرده سريعه سباينال ريفلكس. اهم حاجه بقى اللي هي لو ما قلتهاش هتاخد صفر، ريفيرد بين اللي بيسمع، يعني وجع القلب هنقولها دلوقتي حالا يسمع في كتف الشمال، وهنشوف ليه بيسمع في حته بعيده، هنعرفها دلوقتي حالا اللي هو ريفيرد بين. فده اهم حاجه لما يجي لك سؤال فيسرال بين هتقول الكوزس، وبطريقه الاول تقول انه بيحمل على السي فايبرز ثم سي فايبرز ثم سي فايبرز والكفرز بالادلتا، دي اول نقطه. دي طبعا ما تقولهاش بالشرط، دي لما تبقى سؤال ام اس كيو الشارب كات ما يعملش بين، لان في فيري فيو نمبر اوف ريسبتورز. وبعدين تقول اسباب الفيسرال بين عمرك ما هتنساها، اي 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 اي
عارف كلمة آي بتتقوى، يبقى هي دي أسباب الفيسر بين. ولا تنسى عشان الزملاء اللي مش متابعين القصة إن الإسكيميك بين هو أهم سبب، وإن الإسبازم زي في المغص اللي هو في الكلية، المغص الكلوي أو المغص اللي هو بتاع المراري أو المغص اللي هو بتاع الأمعاء، كل ده ما هو الإسباز بيقلل البلد سبلاي. والأوفر ديستنشن لما البلادر تبلي ما هو الإسكيميك بين. وبعدين تقول الكاركترز خمسة، التلاتة العاديين بتوع الديب بين، دي ديفيوز دال ايكينج ديبريسور، ومعاه اتنين جداد بالار ريجيتيو ذا اورلاين ماسل قلناها، وريفير بين. تعالى بقى نشوف ريفير بين ليه الوجع بيسمع في حته تانية يا شباب، عاوزين نعرفها. لماذا هو ريفيرد؟ هنعرفها حالا. ده ريفيرد بين لوحده على فكره ممكن يصلح سؤال نظري، هو لو جاء فيسرال ده اهم حاجه في الاجابه، او ممكن يجي لوحده. اتكلم عليه في ثلاث نقط: ديفينيشن، اكزامبلز، ميكانيزم. ديفينيشن، شوف انا هشاور بالليزر وتابع معايا. يعني ايه ريفيرد بين؟ بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس، البين ما بنحسهوش في العضو المريض، دي اول جمله. بات بين از فيلت ان ذا سكين اريا، لكن بيتحس في الجلد، مش اي حته الجلد. سبلايد باي ذا سيم بوستيرور روت، يبقى ديفينيشن كام جمله؟ ثلاث جمل. بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس، بين از فيلت ان ذا سكين، انهي سكين؟ دي بقى اهم جمله الثالثه اللي هو سبلايد باي ذا سيم بوستيرور روت. طب ممكن يجي لك الديفينيشن جملتين بس يبقى صح برضه. السكين سبلايد باي ذا سيم بوستيرور روت ده يسموه الكورسبوندينج ديرماتومز، ما هو ديرمس يعني جلد، فممكن الديفينيشن يبقى جملتين بس. بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس، ادي اول جمله اهي، از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس. ثاني جمله: بين از فيلت ان ذا كورسبوندينج ديرماتوم، الديرماتوم المناظر، يعني مش اي حته جلد يتحس فيها، لازم الجلد اللي سبلايد بنفس البوستيرور روت، مش البين ما يتحسش في الفيسر يتحس في اي حته، لازم الحته اللي لها نفس البوستيرور روت. يبقى عندك الديفينيشن في ثلاث جمل: بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس، ثاني جمله فيلت ان ذا سكين، سبلايد باي ذا سيم بوستيرور روت. ممكن تضغم الجملتين دول في جمله واحده: بين از نوت فيلت ان ذا ديزيز ديفيسكس، الجمله الاولانيه زي ما هي، بس بدل ما تقول ان ذا سكين سبلايد باي ذا سيم بوستيرور روت تقولها في جمله واحده: corresponding dermatomes. I hope I'm clear and I'm always clear. نيجي بقى الاكزامبلز، هندي الأمثلة لا تحصى، إنما أنا هدي ست أمثلة. هاخد الكتفين الأول، الليفت شولدر ده بيديك كارديك بين، كارديك بين بيسمع في الليفت شولدر لأنه ده السكين اللي ليه نفس النيرف بتاعت الهارت، نفس البوستيرور اللي هو الشولدر. لكن بس في حتة تانية بقى ممكن يبقى في التمانية دي، يعني في الحتة اللي بره من الصدر، الأوتر بارت أوف ذا ثوركس والإنر بارت أوف ذا أبر آرم. في حاجات تانية مهمة قوي ممكن يبقى، دي بقى مهمة قوي في التشين هنا في المانبل دي. اما واحد يقول لك ان لما بيجي له الوجع ما بيمشي في اليو هنا، ده فكر ده كاردك بين غالبا، او في ظهره يسمع في الباك. انت معلكش ده كله، بس انا بحب اشرح لك مظبوط. في الليفت شولدر ده الاشهر، طب امال رايت شولدر، التيب اوف ذا رايت سكابولا هنا، ده غالبا بيبقى جول بلادر. يبقى الكتفين افتكرها، الشمال قلب اليمين جول بلادر، الشمال قلب اليمين جول بلادر. طب الم حوالين السره هنا، يبقى ده غالبا ابندكس، الابندكس حته الجلد اللي واخده نفس النيرف هي اللي اراوند ده امبلايكس. طب ما بين الامبلايكس والاسترنم الحته دي جاستريك بين، ده معده. بدليل هقول لك حاجه لطيفه جدا، الحته دي من كتر ما الم المعده بيجي هنا سموها هايبوجاستريا. خلاص ده المعده شمال، بس من كتر ما الم المعده هنا سموا الحته دي هايبوجاستريا، لان قاعد المعده بيسمع هنا. طيب عيان حاطط ايده على ظهره، ده غالبا كليه، داخل لك كده حاطط ايده على ظهره، ده غالبا كليه.
خلاص. لكن ممكن بنكرياس، يعني باخدهم اتنينات عشان تحفظهم. في الكلية في حاجة تاني مهمة، الوجع بيسمع في الانجوينال ريجون، وفي الولاد يسمع في التسكل في الخصية. ليه؟ لان الخصية لها نفس النيرف سبلاي بتاع الكلية، تصور نفس النيرف. حتى بقولها في مزاح عشان ما تنساش، بس الكلام اللي هقوله مهم جدا في الطب، في ناس مش واخده بالهم منه. ممكن عين يجي يشتكي لك من تستيكولار بين، بس هو اساسا الكليه مسمعه في الخصيه، بس هو ما بيقولكش حاجه في الكليه خالص. هعلمكم طب، بيقول لك عندي تستيكولار بين، هقولها في مزاح اهو. طبعا ممكن يبقى اتخبط في التسكل، خد له شلوت في التسكل، او هقولها بطريقه، اقول له كنت واقف في حائط السد. انت عارف في حائط السد لما بيقف قصاد، لو يعني فاول هيتشال هيتشاط، تلاقي كل اللعيبه واقفه همها على حاجه واحده، فاهم انت؟ انها تحمي تيست اللي الكره تيجي فيها. فالاول لما يقول لك عندي تستيكولار بين، تساله سؤال محدد، حصل لك تستيكولار تروما؟ اتخبطت في التسكل؟ كنت واقف في حائط السد وما حطيتش ايدك فالكره جت فيها؟ او واحد خدك شلوت في التسكل؟ قال لك لا، مفيش اي حد قرب من التسكل، غالبا دي رينال بين. هعلمك تشخصها زي ما عليكش، بس تعلم طب. تقول العين ده اديني ظهرك كده، وتيجي في الرينال انجل هنا اللي هي ما بين اللور ريب والسواس، اسمها رينال انجل، وتروح ده يشتغل اي، يبقى ده رينال بين. يعني هو ما عندوش الم في الكليه، مش كيش الم في الكليه، لكن لما تضغط في رينال انجل اللي هي ما بين اخر ضلع والسواس ماسل، تروح اللي هي يسموها رينال انجل، رينال انجل، هيقول لك في بين تندرنس، يبقى ده رينال بين. يلا عشان بقول احس ساعات بمسؤوليه طبيه تجاه هذه الاجيال. وي ماي سيف ا بيشنت بان ادينا معلومه صح، علمنا الاطباء صح، وهذا ما اتصور اني بعمله طول حياتي، ان انا مش جاي اقرا معاهم، مش الامتحان ده تحصيل حاصل بهذا الكم من الفهم الرهيب. طبعا انتوا الاوائل، يعني بعد هذا الفهم هتبقوا ايه غير كده؟ انما الاهم مش الامتحان اللي هو 100% هتبقوا الاوائل، الاهم ان نخرج اطباء فاهمين. عيان جي قال لك عندي تستيكولار بين ميل، يا ابني في رينا اتخبطت في تسكل؟ لا، فكر ده ممكن تبقى ريفير بين من الكدني، تعمل ايه؟ ظهرك دوس في رينا الانجل اي، يبقى هي رينا، خلصت. ابتدي بقى عالجه وشوف، مش نفوت عيان وتتدهور حالته الكليه بلا خيبه. تاني، ادي اشهر اكزامبلز يا اولاد، خدتهم طريقه جميله. التو شولدرز، ليفت شولدر كاردياك، رايت شولدر جول بلادر، اراوند ذا امبلايكس ابندكس، فوق الامبلايكس، بتوين الامبلايكس والزيفويد اللي هو الاسترنم، يبقى جاستريك بين. الباك يا بنكرياس يا كدني، الاشهر الكدني طبعا، بنكرياس ده قليل قوي، الاكيوت بنكرياتايتس ده في الناس اللي بتشرب الكوهوليكس، كرونيك الكوهوليكس ممكن يجي لهم اكيوت بنكرياتايتس، ودي حاله 1 تو 1 الديث ريت بتاعها، مش حاله سهله يعني. انما في الكدني ما تنساش انها بتسمع في الانجوينال ريجن وفي الميل التسكل، وحكينا عنها. نيجي الميكانيزم بقى، يعني ليه انا البين في الفيسرا وبحسه في الجلد، ريفيرد الجلد. حطوا نظريتين، كونفيرجنس بروجكشن ثيوري وفاسيليتيشن ثيوري. تعالى على الرسمه هتحبها قوي قوي، خد بالك بقى انا هشرحها، الالقاء فن. هعلي صوتي في الكلمة المهمة، يعني مش هقرا، لا، افرنس فروم ذا سكين، اهي الافرنس الاعصاب اللي جايه من السكين، والافرنس فروم ذا فيسرا والاعصاب اللي جايه من الفيسرا. افتح ودنك بقى، كونفيرج، عشان كده سموا نظرية كونفيرجنس، هما الاثنين بيكونفيرج بيتجمعوا على ذا سيم سيلز اوف سبستانشيا جلاتينوزا اوفرولاندي، الاس جي ار اللي هي السكند اوردر نيورون بتاع البين. يبقى الالم اللي جاي من الفيسرا والالم اللي جاي من السكين كونفيرج الافرنس فروم ذا سكين والافرنس فروم ذا فيسرا كونفيرج اون ذا سيم سيلز اوف سبستانشيا جلاتينوزا اوفرولاندي. وبالتالي فكر معايا بقى، ويل فاينلي اكتيفيت، في النهايه هياكتيفيت ذا سيم كورتيكال نيورون، هيروحوا لنفس الكورتيكال نيورون. يبقى ايا كان مصدر الالم، من الفيسر او من الجلد، هما اتنين كونفيرج على نفس الخليه اللي هي السبستانشال جلاتينوزا اوفرولاندي. ساعات يقول لك او في الثالامس، يعني ممكن الكونفيرجن ده ما يبقاش تحت في السبان كور، يبقى في الثالامس، مش فارقه، بس غالبا بيبقى في السبستانشال جلاتينوزا اوفرولاندي.
طب في النهاية سواء البين جاي من هنا أو جاي من هنا بيروح لنفس الخلية دي بتاعت الكورتكس. طب أنت إحنا قلنا اللوكاليزيشن بتاع البين ده تخيلي، إحنا أكشلي بنحس البين من حيث بدأ مش حيث وصل، يعني الكهرباء بتوصل هنا لكن عمرنا ما نحس البين في الكورتكس، بنحسه في بدأ منين؟ من ريسبتور اللي هي سميناها بروجكشن، إن الكورتكس في كل مرة هتبروجكت البين على السكين، يعني أيا كان مصدر الألم من السكين أو من الفيسرا هتبروجكت البين على الجلد. هتقولي ليه؟ أقولك كم مرة بتتألم من الجلد وكم مرة بتتألم من الفيسرا؟ جاوب السؤال ده. طول النهار بنتألم من الجلد، طول النهار الناس عمالة تخبط فينا في الشوارع وتخبيط وهزار مع بعض وإيدين عمالة تتمد عليك وهزار وتخبيط، يبقى تملي الكورتكس لما الخلية دي بيجيلها الاكشن تنشن بتحس في الجلد لان هي متعوده على الجلد. طب حتى في المره الغلط اللي جت من الفيسرا، واحنا الفيسرا دي بنتالم منها كل يوم، ده كل كذا سنه مره، هتفتكر ان هو جاي من السكين، هتبروجكت البين على السكين. ليه؟ عشان متعوده دايما. كلمه عادل امام متعوده دايما. فده عشان كده سموا النظريه كونفيرجنس بروجكشن ثيوري. يبقى الافرنس فروم ذا سكين والافرنس فروم ذا فيسرا كونفيرج، ادي اول كلمه كونفيرجنس اون ذا سيم سيلز اوف سبستانشال نوز اوف راندي اس جي ار اور ثالامس. طب الفقره الثانيه، وات ايفر ذا سورس اوف بين، ايا كان مصدر البين، ما هم بياكتيفيت ذا سيم كورتيكال نيرون، يبقى كونفيرج على السيم سيلز اوف سبستانشال نوز اوف راندي او الثالامس، وبالتالي ويل فاينلي اكتيفيت ذا سيم كورتيكال نيرون. Whatever the source of pain, whatever the source of pain, the cerebral cortex, افتح ودنك, will project the pain to the skin. ليه؟ لأنه هو ده most common. عشان كده سموا نظرية convergence, projection. Convergence, projection theory. تبقى فاهم. في نظرية تاني facilitation خدناها كنا. فاكر الفاسيلتيشن لما قلنا في نيرون بياخد عدد غير كافي من النوبس من السكين وبياخد عدد غير كافي من نوبز من الفيسر، كل واحد لوحده ما يقدرش يعمل له ستيميليشن. مع بعض بنوصل الثريشولد فاليو يحصل له ستيميليشن. يعني نورمالي في ستيميلاي جايه من الجلد لا ترقى انها تدي الم. تحط عليهم الاستيميلاي اللي جايه من الفيسرا هيحصل فاسيليتيشن. لما خدنا الظاهره دي، لما خدناها مع الاكسيتيشن فيلد فاسيليتيشن اللي هي السبليمينال فرنج اوكلوجن. يبقى الجلد طول النهار فيه ستيميلاي بس لا ترقى للالم، حط عليها الاستيميلاي من الفيسرا تدي الم، طب هيبقى بروجكتد فين؟ على السكين مش على الفيسرا. ليه؟ عشان متعوده، لان الكورتكس معتاده على الامبلس من الجلد وغير معتاده على الامبلس من الفيسرا. يبقى في نظريتين يا اولاد، يا كونفيرجن بروجكشن ثيوري يا فاسيليتيشن ثيوري. يبقى ده موضوع ريفيرد بين. يبقى باي ديفينيشن هتتكلم عن ديفينيشن، ثم الاكزامبلز تاخدهم اتنينات حلوين قوي، ليفت شولدر ورايت شولدر مع بعض، ده القلب وده الجول بلادر، حوالين الامبلايكس ابندكس فوق الامبلايكس معده، الباك يا كدني يا بنكرياس. حتى شوف متقسمين حلو ازاي مع شق مثل عشق النظام. الميكانيزم فيه نظريتين، كونفيرجن بروجكشن ثيوري ودي الاشهر، كونفيرجن بروجكشن ثيوري ودي الاشهر، كونفيرجنس بروجكشن ثيوري او فاسيليتيشن ثيوري. ده أهم حاجة اللي هو الفيسرال بين. طيب دلوقتي احنا كنا فوتنا في الكوتينيوس بين، قلنا ان في نيو سباينو ثالاميك وفي باليو سباينو ثالاميك، فتعالى بقى اتس تايم نقولهم ان احنا البين عموما، تعالى رجعه لك بسرعة الباثوي اوف بين. فاكر كنت علمتكم حاجه لطيفه قوي، ان ربنا سبحان الله بما يثبت او وحدانيه الديزاين تثبت وحدانيه الخالق، يعني وحدانيه التصميم تدل على ان هناك مصمم واحد. فاكر كنا قلناها بطريقه حلوه، ان ربنا اي احساس بيشيله على كام نيرون؟ قلنا 3 نيرونز، 3 اوردر. يعني ايه اوردر؟ بترتيب معين، 3 اوردر نيرون. وعلمتكم حاجه جميله، ان لما يجي لك اي باثوي يا اولاد سبيشال سنس سي ان اس وما اكثرهم، لازم تحط لي 5 عناوين اساسيه،
3 اوردر نيرون ادي 3 الاولاني الثاني الثالث وقبليهم الريسبتورز وبعديهم السنتر ده اي باثوي اهو ثاني اكتبها كده خد لك نوت جنبيك 3 اوردر نيرون ادي 3 وقبلهم الريسبتورز وبعدهم السنتر فنيجي للبين البين كنا بيحمل على السي فايبرز او الدلتا قلنا الفيرست اوردر نيرون هو الدورسال روت جانجل تملي ده ثابت في كل انواع الاحساسات دورسال روت جانجل او بوستيرور روت جانجل ده يوني بولار سيلز عندها تو برانشز دندرايت واكسون الدندرايت هنا اللي هو عباره عن في نوعين من الفايبر سيس ومسيس ومسي او اي دلتا طب والاكسون قلنا بيدخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور روت lateral division of the posterior root لانه رايح للاترال كولم فالاعقل انه يدخل عن طريق اللاترال ديفيجن وحتى بيستخدم تراكت صغير كده اسمه للساورس تراكت يعني مش على طول يروح للسبستانشال نوز اوف رولاندي في نفس السيجمنت يطلع شويه كده حاجه اسمها للساور يبقى داخل حتى لطيفه ال مع ال يدخل عن طريق اللاترال ديفيجن ويصعد قليلا في للساورس تراكت ليه يعني الكروسنج بالتالي هيبقى اعلى شويه فلما اقطع التراكت الاساسي ده الفقدان يبقى اعلى شويه يبقى انا سبيرد حته يعني نقطه لطيفه يعني ليه ربنا ما خلاش اللاترال ديفيجن يروح للسكند اوردر نيرون عند نفس السيجمنت انما يصعد شويه سيجمنت للسار تراك ويبقى السكند اوردر نيرون هنا اهي يبقى الكروسنج هنا يبقى اما اقطع الفقدان هيبتدي من هنا مش من تحت ربنا بيحافظ يبقى we spared some segments ده قصة للساور تراك يعني محدش بيهتم بيها كتير بس يعني بنقولها يبقى اللي بيدخل عن طريق اللاترال ديفيجن بيصعد في الساور تراك قبل ما يروح للسكند اوردر نيرون عشان الكروسنج يبقى اعلى عشان لما تقطع الفقدان يبتدي من فوق يبقى انت فوتت حته ما حصلش فيها حاجه تمام اسف الفقدان هيبتدي من تحت انا اسف الفقدان هيبتدي من تحت اسف فيبقى فوت حته يعني الفقدان من تحتها بس هبقى ارسمها لكم اذا حبيت تبقى تشوفها انما لما تقطع يبقى هي اساسا فايبر جايه من مستوى منخفض فالفقدان يبتدي تحت القطع في السبان كورد بمسافه يبقى سبيرت حته مش يبتدي من فوق يبتدي من تحتها بفيو سيجمنتس ده فكره الساورس I'm sorry for the expression اللي قلته يبتدي تحت شوية فهو spare more segments وبعدين قلنا بقى second order neuron هو substantial nose of randy ده للسي اللي هي الأهم يكروس قدام السنترال كانال وبعدين يحتل اللاترال كولم ويطلع من السباينال كورد رايح للثالاموس يبقى يسموه التراكت ايه فكر معايا يبقى يسموه lateral spino thalamic تراكت لاترال سبان ثالاميك ثيرد اوردر نيرون قلنا في الثالاموس ده تملي ثابت اللي هو الفنترو بيزال نيوكلياس اوف ثالاموس فنترو بيزال نيوكلياس اوف ثالاموس لان السي قلنا ما بتروحش كورتكس الاي دلتا اللي بتطلع شويه منها صغيره تروح للسوماتيك سنسوري نمبر 2 يبقى تاني يا اولاد ريسبتورز تعال نقولها بقى ننظم روحنا قلنا في 3 اوردر نيرونز قبلهم ريسبتور بعدهم سنتر 3 اوردر نيرونز اول حاجه ريسبتورز هتقول فري نيرف اندينجز يعني مش مهم تكتب الانواع فاكر كنا قلناهم ميكانيكال كيميكال ثيرمال وبولي مودال وفي اللي هو السايلنت حتى سليبنج طب فيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجل الخلايا يوني بولر هتقول في دندرايت نوع الفايبر سيس ومسيس ومسي وشويه انلت والاكسون يعمل قلنا يدخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف دي دورسال روت ويصعد لفيو سيجمنتس في الساورس تعالى برضو عشان يعني ضميري يرتاح افهمها لك ايه قيمه الساور ده ملهاش قيمه قوي بس يعني تبقى بص يا ولاد اهي يبقى هنا ده الفيرست اوردر نيرون عمل ايه بقى ما انتهاش هنا طلع لفيو سيجمنتس وراح للسبستانشال نوز اوف راندي اللي هنا يبقى الفيرست اوردر نيرون ما راح الفيرست هنا السكن مش هنا هو طلع عن طريق الستار تراك والسكن ده هنا اللي هو هيكروس قدام السنترال كانال ويطلع خلاص اذا لما اقطع انا هنا هيبتدي الفقدان من هنا خلاص اسف هيبتدي الفقدان من تحت فيبقى سبيرد الحته دي سبيرد
ما بضعتش. يبقى ده فكرة السور ستريكت، ان الحتة اللي تحت دي تبقى سبيرت. انك لما تطلع بالسور ستريكت يبقى الكروسنج حصل في حتة اعلى، يبقى سبيرد الحتة اللي تحت ما ضعتش في حتة كده اللي هي صعدنا فيها ما حصلش فيها حاجة. هبقى اعملها لكم برسمة هتوضح لكم الايديا اكتر، بس دلوقتي لو قعدت اعمل الرسمة هضيع وقت. هبقى اوريها لكم في الرسمة بتبان احسن ازاي ان فكرة السار ستراكت لك انت تسبير الحتة اللي هي كده. يعني هقولها لك تاني. يلا معلش تاني يا ولاد. ده الفيرست اوردر نيرون صح، اللي هو الدورسال جانجليون، طلع بالسار ستراكس وانتهى هنا في السكند اوردر نيرون اللي هو سبستانشال كونز اوبرانتي، وبعدين كروس كده وطلع هنا خلاص. اذا لو انا قطعت تحتها هنا يبقى الفقدان هيبتدي من هنا، لان انا قطعت تحت الكروسنج، هنا الكروسنج قطعت تحتها بحاجه بسيطه، ما يبداش الفقدان من هنا لان اللي هنا جايب من تحت. يبقى لما قطعت تحتها بحاجه بسيطه يبتدي الفقدان من تحت، يبقى انا سبيرت حته. يبقى ان اللي صار بيطلع شويه بيها الكروسنج حصل هنا. يبقى لو قطعت تحت الكروسنج بحاجه بسيطه هنا المفروض طب الفقدان يبتدي من هنا، لا ده هي خلاص كروس عدت ما اتقطعتش، الفقدان هيبتدي من تحت هنا. يبقى وسبيرت حته، ده فكره الصارس. لازم اعملها لكم في رسمه هتبقى احلى. معلش عايز اضيع وقتكم خمس دقايق بقى في ايه، في كلام يعني مش مهم قوي. مهم تعالى بقى احب نرتب روحنا تاني. يبقى قلنا خمس نقط يا اولاد، 3 اوردر نيورونز وقبلهم ريسبتورز وبعدهم الكورتكس. ريسبتور فري نيرف اندنجز، وممكن تكتب الانواع الاربعه او الخمسه لو حطيت السايلنت. فيرست اوردر نيورون دورسال روت جانجليون اللي هو يوني بولر، ففي الدندرايت بتعمل الفايبر اللي هي السيسو ماسيسو ماسيسو ماي دلتا، والاكسون تكتب بيدخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا دورسال روت او بوستير روت واسنس فيو سيجمنتس ان ذا للساورز. وفهمتك ايه الغرض بتاعها، ده الاواعي يكتب حكايه للساورز دي وهوريك الرسمه بتاعتها في اواني. وبالتالي لما يكروس هنا ويطلع، يبقى لو قطعت تحت الكروسنج يبقى الفقدان هيبتدي من تحت هنا، يبقى وسبيرد حته. تراكت هنا جاي من السباينال كورد في اللاترال ديفيجن، من السباين كورد ورايح للثالامس، يبقى اسمه لاترال سباينو ثالاميك تراكت. ثيرد اوردر نيرون قلنا في الثالامس، فينتروبيزا نيوكليا في الثالامس، ومنها نروح للكورتكس. ده الباثوي العادي. طب هنا واضح ان في نوعين من الفايبر سي واي دلتا، في اختلاف ضئيل في المسار بتاعهم، ان الاي دلتا هتطلع الكورتكس، فعشان كده سمينا الباثوي ده نيو سباينو ثالاميك. انما السي ما بتطلعش الكورتكس فسميناها باليو سباينو ثالاميك. تعالى بقى نقول نبتدي بالنيو. يبقى النيو هتشرح ايه؟ نفس الكلام بس ما تقولش سي او اي دلتا، تركز على الاي دلتا. فهتقول الاتي: ريسبتور فري نيرف اندينجز، فيرست اوردر نيرون دورسال او بوستيرو جانجلو اللي هي يوني بولار سيلز، في دندرايت اي دلتا. هنا بس تقول اي دلتا بس، انت هتطلع في الكورتكس نيو، والاكسون هتعمل تقول ان هو بندخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرور روت، ولو انت اشطر شويه تقول عشان الكروسنج نعليه شويه عشان لما يبقى تحتيه كل الحته دي تبقى سليمه، بطلعنا عن طريق الساور ستراكت لو عاوز تقولها. سكند اوردر نيرون هنا بقى ما هوش السبستانشال لاتنوز اوف رولاندي. احنا قلنا ان الدورسال روت ده الدورسال هورن اسف معمول 6 لاميني، لامينه واحد وخمسه هم دول بتوع الاي دلتا، والفايبرز هنا بتطلع جلوتاميت. وبعدين يكروس قدام السنترال كانال اكسون بتاع السكند اوردر نيرون، يبقى في اللاترال كولم، ويطلع من اللاترال من السباينال كورد للثالامس، يبقى نسميه لاترال سباينو ثالاميك تراكت. طب ده بيطلع كورتكس،
الثيرد اوردر نيورون فينترو بيزال ثلاميك نيوكلياي ونطلع منها السوماتيك سنسور ايريا نمبر 1 لان دي مالنيتد من حقها تطلع كورتكس. لما تيجي للسي بقى اولموست نفس الكلام واقول لك الفروق فين. ريسبتورز فري نيرف اندنجز. طبعا لو انت اشطر شويه هتقول ان الاي دلتا متصله بانواع من الريسبتور اللي هو الميكانيكال والثيرمال انما السي متصله بالاربعه. عاوز تبقى دقيق جدا عموما ما تكتبش انواع الريسبتور. انا بقول لك يعني لو عاوز تكتبهم خد بالك ان السي بكل انواع الريسبتورز انما الاي دلتا بالميكانيكال والثير. يعني لو طالب عاوز يقفل تمام. فيرست اوردر نيورون بوستيرو جانجليون نفس الكلام اللي هو يوني بولر. الاكسون هنا دي تاني فرق هنا سي فايبرز مش اي دلتا الدندرايت اسف الدندرايت سي فايبر مش اي دلتا. طب والاكسون نفس الجملتين هيدخل عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا بوستيرو روت ويأسند فيو سيجمنتس اللي هي للساور ستراكت. طب السكند اوردر نيرون هنا الاختلاف بقى مش في لامينا واحد وخمسة زي هناك انما في لامينا اتنين وتلاتة اللي هي بنسميها سبستانشال لاتينوزا اوفرولانتي. يبقى ده الفرق التالت. هيكروس قدام السنترال كانال ويطلع عن طريق اللاترال سباينو ثلاميك تراكت. الفرق الرابع ان هنا جلوتاميت هنا بنطلع سابستنس بي بتاعت البين بين سابستنس. الفرق الخامس ان هنا ما بنروحش للكورتكس انما بننتهي عند الريتيكولار فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. الريتيكولار فورميشن ونون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. يبقى تاني تعال نقارنه لان ده ساعات بيجي سؤال نظري النيو سباينو ثلاميك والبيليو سباينو ثلاميك يجي لوحده يجي يقولها لك discuss cutaneous pain وقول التو باثويز بتاعتها. فتعالى نقولها يلا انا اقول واحده وانت تقول واحده. ريسبتور فري نيرف اندنجز واسكت انما يعني اكثر دقه لو بتتكلم على راجل محترم اي دلتا يبقى ميكانيكال وثيرمال ريسبتور بس. انا بتكلم على السي ميكانيكال وثيرمال وكيميكال وبوليمودال والسايلنت. ادي اول فرق. طيب الفيرست اوردر نيرون ثابت اللي هو البوستيرو روت جانجليون يوني بولار سيلز بتدي دندرايت هنا اي دلتا وهنا سي. ادي تاني فرق. طيب والاكسون يدخل عن طريق اللاترال ديفيجن ويعمل يأسند فيو سيجمنتس عشان الكروسنج يبقى اعلى عشان لو قطعت تحته كل ده يبقى سبير لان الكروسنج حصل هنا فوق. يبقى اي قطع تحت ما اللي جاي من تحت ده لا يعني الفقدان هيبتدي من تحت بقى. انت قطع هنا بس الفقدان من هنا لان اللي هنا كروس هنا كروس هنا فالقطع هنا يبقى تفقد تحت شويه للساور ستراكت. طب ثالث فرق ان ده هيطلع جلوتاميت ده هيطلع سبستانس بي. رابع فرق ده اهم فرق بقى الفرق الرابع ان ده بينتهي في لامينا واحد وخمسه اللي هم ما لهمش اسم لامينا واحد وخمسه في الدورسال هور انما ده بينتهي في لامينا 2 و3 اللي هي اسمها سبستانشال لاتينوزا اوفرولانتي. طيب بعد كده هما الاثنين هيطلعوا ده اهم معلومه وثابته بينهم عن طريق اللاترال سباينال ثلاميك تراكت. طب ده هينتهي فين وده هينتهي فين بقى؟ ده هيروح للفنترو بيزال ثلاميك نيوكلياي ومنها للكورتكس سوماتيك سنسور نمبر 1 اللي هو الاي دلتا محترم مايلنيتد انما ده هيروح لل ريتيكو فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. وما سموها ليه نون سبيسيفيك عشان خاطر نون سبيسيفيك بتتصل بكل الكورتكس بتعمل حاجه اسمها اراوزال رياكشن. يعني الواحد لما يحس بين حتى لو كنت منعنش شويه كده واحد قرصك تلاقي نفسك رحت صاحي لانها سموها نون سبيسيفيك لانها بتشغل كل الكورتكس بس مش بتروح لاريا معينه. يعني مش السي هي اللي راحت اللي شغل كل الكورتكس سي ما بتروحش النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي. ده النيو الباليو ثلاميك. يبقى تاني عشان كده هنقفل عندنا لما يجي اي باث واي نظام تاني كويس نظام بديع هنتكلم كام نقطه؟ خمس نقط. تكتب لي ريسبتور وسنتر وما بينهم 3 اوردر نيورونز. انا اقول واحده وانت تقول واحده. نيجي مين النيو اللي هو هيروح الكورتكس؟ مين اللي بيروح الكورتكس اللي هو الاي دلتا مالينيتد. مين الباليو اللي ما بيروحش الكورتكس اللي هو السي مالينيتد. يبقى ده القديم. نيجي الريسبتورز اكتب في الحالتين فري نيرف اندنج لكن تعال نراجع حته قديمه.
الاي دلتا دي اخصائي ارقم يبقى تتصل بحاجات معينه ميكانيكال وثيرمال، انما السي الخمس انواع ميكانيكال ثيرمال كيميكال والبولي مودل وقلنا ايه تاني السايلنت. طيب بعد كده فيرست اوردر نيرون كلام مشترك سيرو جانجل يوني بولار سيل الدندرايت ادي تاني فرق واهم فرق هنا يدي ايه دلتا هنا يدي سي فايبرز. طيب تالت فرق مفيش فرق هما الاثنين زي بعض هنا يدخلوا عن طريق اللاترال ديفيجن ويصعدوا لفيو سيجمنتس في الستار تراكت عشان الكروسنج يبقى اعلى فلو قطعت تحت الفقدان يبتدي فيو سيجمنتس بيلو فيو سيجمنتس بيلو. طب تالت فرق ان دي هتطلع جلوتاميت الاي دلتا انما دي هتطلع سابستانس بي. رابع فرق مهم دي هتنتهي في لامينا 1 و5 انما دي هتنتهي في لامينا 2 و3 اللي هي السابستانشال لاتنوزا فرولاندي. كمل بقى هما الاثنين هيكروس قدام السنترا كانال ويحتلوا اللاترال كولم طالعين من في السبانا كورد رايحين للثالاموس يبقى اسم التراك لاترال سباينو ثالاميك تراك. خامس واخر فرق ده انتهى فين وده انتهى فين ده ده مالينيتد يطلع الكورتكس سوماتيك سنسو ايه نمبر 1 انما ده امالينيتد ينتهي في الريتيكا فورميشن وينتهي في النون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلاي. النون سبيسيفيك انتهى في الريتيكا فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلاي اهو اللي هي بقى هتودي لمين هي اللي هتودي مش السي هيطلع سموها نون سبيسيفيك لانها نون سبيسيفيك بتستيميت اول اريا اوف ذا كورتكس فتعمل حاجه اسمها اروزال رياكشن. ده الخمس فروق. وبعدين عشان تاخد الفول مارك تقول ان البين باث واي بيدي اربع برانشز مهمين قوي اهو. برانش من يروح الانتيرو هورن سيلز اهي عشان يعمل الفليكسورز درو هتاخد بالك بقى يبقى الفليكسورز درو ريفلكس يسحب الرجل ده سباينال ريفلكس بيحدث قبل ما نحس البين. انت عشان تحس البين لازم تطلع للسنسوري كورتكس لكن هي دي السباينال ريفلكس بيحدث قبل ما تطلع للكورتكس عشان كده قلت ما زالت العين اللي هي تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس. دي اول واحده. تاني حاجه هنروح للريتيكا فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكليا دول اللي بيعملوا الاروزا رياكشن اللي حكينا عنه. طيب تحت الثالاموس هنروح للهايبوثالاموس دي اللي هي السنتر بتاع مين انا يعني مش رسمها هنا في الهايبوثالاموس اهي السنتر بتاع مين بتاع الاوتونوميك هي دي بقى اللي بتعمل بريسور او ديبريسور افكتس اوتونوميك رياكشنز. وبعدين بنروح للليمبيك سيستم ده اللي بيعمل الايموشنال رياكشنز انك انت تبقى ديبريست في الكرونيك بين او تصرخ لو كان اكيوت بين. فبعد ما تكتب الباثوي بتاع النيو والباليو ده لوحده سؤال مهم او ساعات بيجي مع الكوتينيوس بالخمس فروق تعال اقول بقى الفروق بس هنا الريسبتورز بتاعه الاي دلتا ميكانيكال وثيرمال هنا كلهم الخمسه. ثاني فرق هنا اي دلتا هنا سي فايبرز. ثالث فرق هنا تطلع جلوتاميت هنا تطلع سبستانس بي. رابع فرق هنا تنتهي في لامينا 1 و5 هنا تنتهي في لامينا 2 و3 اللي هو السبستانشال نوزوفرلاندي. خامس فرق هنا تنتهي عند السوماتيك سنسوري نمبر 1 انما هنا تنتهي عند الريتيكا فورميشن نون سبيسيفيك ثلاميك نوكلياي. وتروح قايل بعد ما تكتب بقى الباثوي الخمسه الاساسيين بالخمس فروق الخمسه الاساسيين عارفهم ريسبتور وسنتر والثلاثه اوردر نيرون وفي اثناء العرض تقول الخمس فروق تقول ان البين باثوي جيفز برانشز تو انتيرو هورن سيلز ده هيعمل الفليكس ويزدرول ريفلكس او ريجيتي في حاله الفيسرال بين لو انت بتتكلم على الفيسرال بين. الريتيكا فورميشن والنون سبيسيفيك ثلاميك نيوكلياي دي بتعمل اراوزا رياكشن ان الواحد اما حد يقرصك تصحصح. الهايبوثالاموس بتعمل اوتونوميك رياكشنز. الليمبيك كورتكس تعمل ايموشنال رياكشنز هل تبقى ديبرست ولا في الاكيوت بين لما بقى بيقفل على ايدك تبقى انكزايتي وكراينج. يبقى ده سؤال مهم جدا يا اولاد ريسبتور سنتر ثري اوردر نيورونز تكتب الخمسه والخمس فروق هنا ميكانيكال وثيرمال هنا الخمس انواع ميكانيكال وثيرمال وكيميكال وبولي مودل والسايلنت. هنا اي دلتا دي اهم فرق ده اللي خلى ده الاي هيك بيعملها بالاصفر اي دلتا نيو انما هنا سي فايبر ده تاني فرق. هنا تطلع جلوتاميت هنا تطلع بي سابستنس اهي جلوتاميت بي سابستنس. هنا تروح لواحد وخمسه الفرق الرابع هنا تروح لاثنين وثلاثه هنا تنتهي في
سوماتيك سنسو نمبر 1 هنا تنتهي في النون سبيسيفيك ثيراميك نيوكليارتي كفورميشن. وبعدين تقول الاربع حاجات يا سلام بقى لو كتبت كده لو حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك. انتيرو هورن سيلز هتعمل فليكسور ودرول ريتيكو فورميشن وثالاماس نون سبيسيفيك ثيراميك نيوكلياي هتعمل اراوزال رياكشن هايبوثالاماس تعمل اوتونوميك رياكشنز ليمبيك سيستم تعمل ايموشنال رياكشنز. وكما هي العادة أحب أشكركم على يعني وقتكم وأتمنى أن أكون أفدتكم وحتى نلتقي بإذن الله في المرة القادمة مع الفيجن. أدعو الله لكم بالتوفيق وفقكم الله. شكراً.